السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشن. مهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله تستفيدوا منه. ولما نقول أصلا لايك للفيديو وعايزين ننشره وده ودوت، يعني أصلا فيديو أو الموديل اللي قدامي دوت أحد الفضليات بعتاه على أساس تقدر تعمله لبنتها. لو إحنا أصلا الحاجة ديت ما نشرناهاش فما كانش هيوصل لها إن إحنا ممكن إيه نقدر نعمل لها حاجة زي كده. فإحنا بقدر الإمكان بنحاول نوصل الكلام دوت لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، تمام؟ الاستفادة إن أنت أصلا تيجي لك دعوة من حد أنت ما تعرفوش، وهو دوت اللي إحنا بنطلبه. إحنا ما بنطلبش أي حاجة تانية. الاستفادة إن حد يعمل حاجة يقول لك والله الراجل دوت ربنا يبارك له، أصلا إحنا استفدنا من إن هو وضح لنا نقطة معينة كانت مبهمة بالنسبة لنا. مش شرط ان انا اصلا اكون بيرفكت زيكم او ده ودوت، لا لا ممكن انا اصلا تبقى حاجه غايبه عنك انا اللي اوضحها لك، تمام؟ الموديل اللي قدامي دوت نخش فيه عشان ما ياخدش مننا وقت. هو الموديل في الاساس هو جامب سود، تمام؟ معلش الصور ديت متاخده من فيديو، فالفيديو الكواليتي بتاعته ضعيفه جدا، فبالتالي اصلا يعني انا قدرت بقدر الامكان ان انا يعني كمان الصور ديت اصلا انا باذل فيها مجهود ان هي تبان، لكن هي ما كانتش باينه بالمره، تمام؟ فبذل فيها مجهود في المونتاج وكلام زي كده عشان تبان معانا. فزي ما بقول لكم الصور بقدر الامكان احنا بنوضحها ليه؟ بنوضحها لان هي للاسف اصلا مش واضحه بالمره. هو جامب سود داخلي، تمام؟ اللي هو الاوف وايت دوت، وعليه تونيك كلوش، عليه تونيك كلوش. الجامب سود بنطلون الطول بتاعه مش واصل للارض خالص. الجامب سود زي ما بقول لحضراتكم هو طبعا بقى باختلاف بقى الخامه اللي هي هتشتغل بيه. احنا بنشتغل على شغل محجبات، فالخامه اللي هي تشتغل بيها الجزء العلوي هتبقى خامه ستره او خامه بمعنى اصح ممكن تبقى تل مطرز لكن تحتيه ايه بطانه، تمام؟ لان هي ممكن تبان لي من صوره تانية بعد اهي ادي الجزء العلوي معمول من خامه شفافه، فاحنا ممكن نشتغلها من تل مطرز، والتل المطرز دوت يكون تحتيه ايه؟ يكون تحتيه بطانه، اما اوف وايت، او اما تكون ان البطانه اللي تحته لونها جلدي او درجه البيج، فتبان لك بنفس الشكل ده كده، تبان لك بنفس الشكل ده كده. فانا الصوره اهي واضحه قدامي زي ما بقول لحضراتكم دوت جامب سود، هتبقى اصلا سوستته من الجنب سوسته سحريه طويله عشان تعرف تلبسه كويس، تمام يا جماعه؟ بالنسبه لايه تاني؟ بالنسبه للتونيك، التونيك كول ريفير اهو، يعني انا التونيك اصلا مقفول بكوبشه من هنا اهي عند منطقه الخصر بالظبط، فوق قمر او فوق الفاصل ما بين البنطلون بتاع الجامب سود والكورساج بتاعه اهو، الكوبشه هنا بالظبط، وهي طالعه بكول ريفير طويل، تمام؟ طبعا الكول ريفير قتل بحثا اصلا بالنسبه لنا في الكام فيديو اللي فاتوا مباشره، يعني ادي الكول ريفير اهو واللياقه بتاعته. التونيك دوت بيكون بامبير هنا، انا زي ما بقول لكم ان الصور مش واضحه، لكن اصلا هو دوت اللي يجب ان هو يكون. ليه؟ لان الجزء السفلي بتاعه كلوش، وممكن يعني نشوف صوره تانية من الظهر تبان لي بالظبط. يعني ادي الصوره ديت صوره الجامب سود اهو، شايف الطول بتاعه لغايه فين؟
الطول بتاعه لغاية ايه؟ لغاية هنا كده بالظبط، عشان تجيني الاكستنشن بتاع ايه؟ بتاع التونيك نفسه يجيني للأرض. ماشي، هو مش مسألة ان هو اكستنشن يبقى حاجة مفصولة، لا هو واصلة بالايه؟ بالامبير بتاع ايه؟ بتاع التونيك نفسه. انا بشوف بس صورة تكون مثلا متاخدة من ورا تبان لي دوت، اهو بين لي في الصورة ديت الايه؟ الطول بتاع الجامب سود لغاية ايه؟ لغاية الكعب بالظبط. تمام، على فكرة هو الكعب هو العظمة الناتئة ديت اللي احنا بنسميها اصلا لفظ تاني، هي العظمة الناتئة اللي هنا هو دي كده، اللي هي بتبقى اصلا العظمة اللي هي بتبقى ايه؟ اللي فاصلة ما بين الساق والقدم نفسه، فدي العظمة ديت احنا ليها مسمى معين عندنا هنا في مصر ما بنحبش نقوله، لكن هي اسمها ايه؟ ديت ايه؟ العقب اللي هو ايه؟ اللي هو احنا في اللغة اسمها الكعب، يعني العظمة اللي هي بتبقى خارجة هنا هو دي كده ديت ايه؟ اسمها الكعب في اللغة العربية، لكن ده كده خالص اللي هو على الأرض ده اسمه الايه؟ العقب، اسمه الايه؟ العقب. تمام، ولذلك اصلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويله للاعقاب من النار، لان بتبقى ايه الجزء دوت بعيد عن عينيا وايديا، فلما باجي اتوضى ممكن يتساب، فجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالعقب هو ايه؟ هو مش كعب الرجل، كعب الرجل العظمه دي اسمها كعب الرجل. تمام، لكن ده العقب نفسه اللي هو ايه؟ اللي بيبقى على الارض نهاية الرجل من الخلف. فأنا زي ما بقولك الطول هنا هو لغاية كعب الرجل، يبقى لما أقول كعب الرجل هي العظمة الناتئة اللي هي إيه؟ الفاصل ما بين الساق والإيه؟ والقدم نفسه. أدي الطول أهو، البنطلون نازل مجسم جدا لغاية منطقة الركبة، ثم ينزل ستريت، ثم سوري بينزل إيه؟ زي إيه؟ شارلستون. يعني إذا كان وسع الركبة مثلا هنا هو تيكون مثلا 23 24، فهو ينزل لي على إيه؟ على 32 من تحت. تمام، زي ما قلت هتبقى في سوسة سحرية ناحية الشمال مثلا، هتبقى ماشية معدية منطقة الأرداف، لازم تكون هنا عشان تعرف تلبس إيه؟ الجامب سود ده. تمام، على فكرة ممكن إن أنا ما خلوش جنب سود، ممكن ان انا ما خلوش ايه جنب سود، اخليه بنطلون وكاش مايو. لو انت يعني لو مساله الجنب سود صعبه عليكي او صعبه عليك، تمام، ممكن اخليه بنطلون وجنب سود، بنطلون سوري وايه وكاش مايو. كاش مايو اصلا يبقى نازل لغايه هنا اهوت ومقفول من اسفل ايه منطقه الحوض بايه بكبسون بكبش بكوتش اي حاجه اللي هو بيقفل ايه بيشد بقى ايه المنطقه العلويه دي كلها. تمام يا جماعه، طبعا هو الموديل مش سهل، الموديل اصلا فيه شغل، الموديل اصلا صعب، الموديل اصلا الاكستنشن بتاعه كلوش. تمام، فدي ادي الصوره كامله اهي على بعضيها، بحاول افسر اكتر. ديت بقى المقاسات معايا. تمام، يبقى انا دلوقتي لو اشتغلت بقى المقاسات ديت، ماشي، هحطها قدامكم كده. ادي عرض الكتف من فوق 44، اظن عرض الكتف كتير، 44 لحد كتير، يعني انا لما يكون عندي دوران الصدر 104 كبيري ان يكون عرض الكتف بتاع 42 كبيري، ان يكون وارجو ان حضراتكم ترجعوا لايه، يعني احنا عملنا فيديو للمقاسات مخصوص موجود على القناة. تمام، وعملنا فيديو تاني للمقاسات برضو من على حد وطبقناها على القماش مباشرة عشان نشوف المقاسات دي تطبيقها على القماش ازاي. طول الصدر ماشي، يعني نسيبنا منه لان ممكن اصلا ما يكونش مفهوم بالنسبه لي. طول الوسط ماشي 44، دوت اللي هو يعتبر الامبير، دوت يعتبر الامبير. تمام، وطبعا احنا عارفين ان طول الامبير الامامي غير مختلف عن طول الامبير الخلفي، يعني طول الوسط دوت 44 اللي هو ايه الطول من نقطه الرقبه من فوق لغايه ايه لغايه الخصر،
لغايه الخصر او لغايه الطول اللي هي عايزاه. فدوت اللي هو دوت هيبقى ايه؟ طول الجزء بتاع جنب سود العلوي، وهو هو نفس طول الايه الامبير اللي معمول فين؟ الامبير بتاع التونيك، الامبير بتاع التونيك. تمام. طيب ماشي، احنا بس ايه عشان ما يعني نخليه هو فيديو واحد، حتى لو طول معانا شويه مثلا ل 25 دقيقه ل 30 دقيقه، فاحنا ايه نبدا نفصل الكلام دوت على السبوره، وناخد المقاسات ديت ننزلها لها على السبوره اصلا تقدر تشتغل عليها مباشره عشان ما نطولش. فخلي المقاسات اهي قدام حضراتكم، طول الكت، دوران الصدر، دوران الوسط، دوران الارداف، طول الطول الكلي 148، طول الدراع 68، كتير كتير جدا. ماشي، لما يكون اصلا الطول بتاعي 148 وطول الدراع 68، لا ما يجيش، ده كبير خالص. في طول الدراع هيكون اصلا 64 65. تمام، فمعلش اصلا نرجع للفيديوهات بتاعت المقاسات عشان نعرف احنا بناخد المقاسات ازاي. تمام، طول الوسط من الارض ماشي تمام 107، اللي هو ايه اللي هو يعتبر طول الجيبة، طول الجيبة يبقى مثلا دلوقتي اصلا للارض. تمام، طول الجيبة نفسه. تعال بقى نروح على السبورة ونشوف احنا هنطبق المقاسات دي ازاي. لا عامة الفيديو عشان هنبدأ الشرح فيه على السبورة هياخد مننا وقت كبير، فأرجو إن احنا نوقف الفيديو لغاية دلوقتي دوت، يبقى قراءة للموديل وتتبع التفاصيل بتاعته وبيان الموديل كله من الألف إلى الياء، ثم نبدأ إيه نروح على السبورة نبدأ إيه نشرح الموديل وإزاي إيه إن احنا هنشتغل فيه. أرجو إن حضراتكم ما تنسناش من صالح الدعاء في هذه الأوقات خاصة، إن ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنا الهم ويفرج عنا الكرب ويقينا شر الأمراض والأوبئة، عن مصر خاصة وعن جميع الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. آخر حاجة أقولها لحضراتكم، الدلع الخير كفاعلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.